والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. هذه داخلة تحت الأصل السابق، أي أن اليقين لا يزول بالشك، والمياه الأصل فيها أنها طاهرة، والأرض أنها طاهرة، والثياب طاهرة، والأحجار طاهرة، كل ما على وجه الأرض الأصل فيه أنه طاهر، إلا ما ثبت خلاف ذلك. وإذلك القاعدة تقول الأصل في الأعيان الطهارة، والأعيان الأشياء الملموسة. الأصل في الأعيان الطهارة، أي الأشياء الملموسة، فهذه الأصل أن تبقى طاهرة. ويقول أهل العلم تبعا لهذه القاعدة، يقولون الجامدات لا تنقل النجاسات، يعني تبقى على طهارتها، تبقى على طهارتها، لو كان مائعا تنتقل نجاسته، لكن الجامد لا تنتقل نجاسته، فتبقى هذه الأعيان على طهارتها. هذه طاهرة، هذه طاهرة، هذا طاهر، هذا طاهر، كل شيء تراه في هذه الدنيا الأصل فيه أنه طاهر، إلا ما ثبت خلافه ذلك. فهذا معنى هذه القاعدة، أن الأصل في الأعيان الطهارة. نعم.